للفن وعمري للفن. نحكي فن في أوستار من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين المثلاثة. حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير في تونس والعالم العربي. ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار سبيسيال رمضان. في رمضان على ديوان فام اللمة تحلى. اللمة تحلى على ديوان فام ساعتين وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فام دي أستاد. شكون معكم؟ أمي مع ياري من توا حتى للماضي ثلاثة كالعادة. قاعدين نواكفوا في البرامج الرمضانية من مسلسلات، من برامج سواء كانت في تونس أو في العالم العربي. اليوم ضيفنا باش يكون أمين معالج، نحكيه على الكاميرا الخفية التعليلة اللي عاملة جدل كبير واللي قاعدة تحكي عليها برشا وقاعدة تعمل في نسبة مشاهدة محترمة والناس قاعدة تتبع فيها، بين ناس مؤيدة وبين ناس معارضة. باش نعرفوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا أمين معالج بعد شوية. هذا كل في أوستار من مساعتين ما طلعت. أوستار مع أميمة العياري. الله، البارح الحديث كان على فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، برندق كان هو البوبولير على فيسبوك، الفيديو اللي دارت برشا واللي علقوا عليها سواء فنانين سواء اعلاميين سواء زادا ناس عاديه، تعاليق كبيره واشمئزاز كبير من الفيديو هذا اللي جينا من برنامج اسمه ماتش تونيزي تعدى على اليوتيوب، ويبان فيها الطفل هذا اسمه برندق قاعد يختار في البنيه اللي باش يبني معاه علاقه، يعني يختار من بين 30 طفله. صوره كانت مشمئزة بالنسبة للبنات، فيها برشا تطيح قدر للنساء، وزيدة كيف كيف راهي هي زيدة تمس من الرجل التونسي، على خاطر الرجل التونسي مش هكا يتعامل مع المرأة. دونك بالنسبة لي أنا تشوه في صورة المرأة وتشوه زيدة في صورة الرجل، يعني رجال ونساء ينجموا يتقلقوا من الفيديو هذايا. احنا حبينا نعرفوا موقف جمعية النساء الديمقراطيات. معنا أحلام بوسروال الكاتبة العامة باسم جمعية النساء الديمقراطيات. مرحبا مدام أحلام. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام. مرحبا بك. الفيديو اثار جدل، باش ما نقولش موقف رسمي لانه احنا مازلنا قاعدين نتناقشوا في علاقه بالاعمال الرمضانيه بصفه عامه، لكن الفيديو كما شفت اثار اشمئزاز، لكن انا نتخيل اللي هو رفض المجتمع للصور النمطيه للنساء. الصور النمطيه، وقت نحكيو على الصور النمطيه اللي هي الهيمة بيكون تختار شكون المرأة اللي يساعدها، كيفاش تكون، وطريقة تقديم البرنامج. بطبيعة جمعية تونسية للنساء الديمقراطيات ماناش هنا في تقييم الأعمال الفنية، لكن كنا خدمنا برشا على عديد الأعمال الرمضانية وعلى صورة المرأة في الإعلام بصفة عامة وفي المسلسلات الرمضانية أيضا في مرات فارطة. اسمي مازال عندنا في فرعنا في ساقة قاعدة في نشاط في علاقة بالأعمال الرمضانية. تفاجئنا بالفيديو كيما الناس الكل، نشوفوا ان الفيديو هذا فيه كيما قلت لك صوره نمطيه، تكرير للصوره النمطيه للنساء، وهي صوره معناها تستنقص من ارادتهم، ما عندهمش اراده باش يختاروهم، ما عندهمش القدره انهم يرفضوا او يقبلوا، ولهنا حذاري راهو فما زاد عديد توا معناها الاخبار اللي تقول اللي ما فماش كونسونتمون معناها في علاقه بالتصوير بالشكل هذا. بطبيعه هذا اكيد تو نعرفوا كلنا في الايام القادمه، لكن مهم برشا ان نقولوا للمتفرجات والمتفرجين اللي راهو يلزم المجتمع التونسي بعد تطور المنظومه القانونيه على الاقل الى درجه باهية في تونس، ومازلنا قاعدين نطوروا منها، اللي رانا قاعدين زاد نطوروا من العقليات، مش فقط الترسانة القانونية وإنما العقليات اللي تقطع مع العنف المسلط على النساء، العقلية اللي تقول اليوم الهيمنة الذكورية على أسد النساء، إنه اليوم احنا ما عندناش فرق ما بين الرجل والمرأة، ما عندناش فرق، خاصة لهنا نحكيه على اختيار في العلاقات معناها اللي هي لازم تكون محض إرادة معناها حرة من الطرفين. مدام أحلام، هوني خلينا نرجع لك على البرنامج، هو برنامج مستوحى يمكن من برامج موجودة في العالم حتى في مصر أنه تعمل. يقول لك البنات هذوما فوق ال 20 سنة ما همش قصر، يعني بإرادتهم قبلوا أنهم يكونوا موجودين في هذا البرنامج. وين الأشكال؟ يعني وين هوني الناس القائمة على البرنامج؟ يقول لك احنا ما عندناش حتى مشكل، وما عندكش علاش تلومني، يعني انا طرحت والا استدعيت بنات انهم يكونوا مشاركين، طرحت عليهم الفكرة وهم قبلوا بهذا.
فين المشكل؟ احنا مانيش احنا معناها مانيش في تقييم عمل فني او انترتينمنت معناها نتاع ترفيهي، احنا في اعطاء وابداء راي في علاقه بنشر الصور النمطيه اللي هي تكرس الدونيه للنساء في علاقه بالشهيده، ونسيت اللي هي تعمل خاطر هي السيري كلها معناها شفناها برشا موجوده، البلايند ديت معناها موجوده في عديد الدول. انا بالنسبه لي انا على الاقل نشوف اللي تونس متطوره برشا على عديد الدول المجاوره وعلى عديد الدول في القارم تاعها وعلى عديد الدول في الحوض في البحر الابيض المتوسط، لكن اليوم مش معناها مشيت في مصر ولا مشيت في لبنان ولا مشيت في ايطاليا ولا مشيت في امريكا معناها لازم تمشي في تونس وتنجح في تونس. الناس ما رفضتش انه الشباب اللي فوق العشرين يمشي يعمل علاقات كما يحب، الناس رفضت طريقه تقديم اللي راجل يختار 30 امراه بين العدد النساء وكانه معناها لهنا تشي للمرأة، على كيما نرفضوا انه المرأة كومبليتمون معناها تكون معناها لازم يكون عندها إرادتها، كيما نرفضوا الصورة التشيئية لها بأي شكل كان، إن كانت معناها تقديمها على صورة معناها كأنه معناها لهنا تشي معناها كيفاش نقولها لك معناها تحقير لإرادة المرأة وكأنها ما عندهاش الحق تكون كأنها بين قوسين جارية كيف ما قالوا في مواقع التواصل الاجتماعي. هي معناها وهي راهي ترجع لشنيه، ترجع للعقليه وهي امتلاك السيد النساء وامتلاك ارادتهن، وهذه الفكره احنا النسويه اللي ناظم من اجلها وهي تدحض الفكر اللي يعتقد انه النساء ملك ان كانوا معناها في ارادتهن في اجسادهن وفي افكارهن. وهذاك علاش معناها وقع ورفض من الراي العام، وانا فرحانه بالرفض هذا اللي ما استناش حتى موقف من حتى جمعيه، وهذا يبين لنا نضج ايضا ووعي المجتمع التونسي بمختلف شرائحه في علاقه بالمساواه، ونتمنى ان المساواه تكون تامه وفعليه. مانيش ضد البرامج لكن كان يلزم يكون يمكن يلزم يصير عليها عمل اكثر انها تكون متماشيه مع انتظارات التونسي. يمكن فما قراءه غلطه ولهنا جاء القالب من الخارج سامحني وخليني اقولها، معناها راه مش كل شيء يمشي لبرا يمشي في تونس. هذا واقع. مدام أحلام أنا قلت نقطة في بنعرفش كانت توافقني ولا لا في البداية في المقدمة، قلت الصورة اللي خرجت تسيء للمرأة وتسيء للرجل زايدة، كيف الرجل في تونس هو زايدة يتقلق، احنا ما عندناش رجال تتعامل مع نساء هكا، يعني نسبة قليلة نسبة خلينا نقولوا كبيرة من الرجال في تونس يحترموا المرأة، يعني صورة مسيئة للطرفين. أولا احنا عندنا ترسانة قانونية تحفظ حقوق المرأة وتحفظ حقوق الإنسان بصفة عامة في تونس، وحتى وان كان قابله للتطوير ولا بد من تطويرها ففيها معناها الحد الادنى اللي نتاع الاحترام الكامل لحقوقنا والحريات. اليوم راهو الاساءه هاني قتلت الاساءه لان ما كانتش انتظارات المجتمع التونسي، المجتمع التونسي ان كانوا رجالا او نساء ما همش في العقليه هذه، وقاعدين خاصه الشباب الجديد يناضل انه يغير المنظومه هذه نتاع عقليه واحد يحكم في واحد، ان كانت امراه تحكم رجل ولا رجل يحكم في نساء. لا لهنا احنا نحكيو عن المساواه التامه والفعليه واللي هي احد اهدافنا، وطريقه التعامل هذه كما قلت انت فما رجال رفضوها بطبيعه باش يرفضوها في تونس لانه فما تطور في العقليات. السيد اللي كان موجود في الفيديو اللي هو اسمه برندق كان هابط فيديو يقول اللي كان موجود في الفيديو كله كان تمثيل ومش حقيقه، وكل واحد روح على روحه ويقول يا اخي انا باش نتصرف هكاك جوست تمثيليه. هذاك يعني علاش انا قلت لك قبيلي اثرت نقطه الموافقه ما قبليه واللي يعتبر كونسونتمون في الاوديو فيديوين خدمت عليها الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، واللي هي ضروريه جدا انه تكون واضحه. اذا كان هي تمثيل كان لابد يتحط من الاول اللي هو تمثيل وما يقدمش على انه تجربه ينوه يعني لا واضح معناها كلنا راهو تمثيل وراو الناس كلها موافقه انه يكون هذا تمثيل. فهمت ولي؟ كيما برشا صارت في بلدان اخرى وقع معناها الاشاره في الوضوح لهذا التمثيل. زاد راهو مهم جدا انه راهو المواطن التونسي والمتفرجه والمتفرج التونسي يبدا عندهم وضوح في التعامل. فهمت ولي؟ هذا اللي يخلي راهو معناها التاويلات والتفسيرات والمواقف تختلف وتتباين. الوضوح باهي حتى في الترفيه راهو الوضوح باهي. باهي نختم معاك مدام أحلام بالبيان، قلت لي اللي انتم قاعدين تدرسوا في البيان وناويين انكم تهبطوا في الموقف خاطر احنا عندنا فيديوهات توا حبيت نشير لها صديقتي سامحني لهنا قبل الفيديوهات عندنا فيديوهات قاعده تحضر بشكل تدريجي في اطار معناها العمل على صور نمطيه وقاعده تحضر خصيصا من فرع الساقس للجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات وجمعيه ويوت
وباش تبدا تهبط على ريزو سوسيو بدايه من اليوم. ولهنا نوهوا فيها وهي في اطار التوعويه، معناها فيديوهات توعويه وتحسيسيه باش نخدموا بشكل احسن على الصور النمطيه ونضحوا الصور النمطيه الميزوجينيه في الاعمال الرمضانيه بصفه عامه والتلفزيون. طب شكون عندكم طلبات مدام احلام بخلاف هذا؟ احنا ما عندناش طلبات بقدر ما عندنا مقترحات. احنا كنا خدمنا على مانويل كامل، معناها دليل لي تريتمون، معناها دو ليماج دو لا فام دون لي ميديا، لو تريتمون دي فيولونس فيت او فام. زيد هذوما زوج مراجع، معناها عمليين ان كانوا للصحفيين والصحفيات او للاعمال الدراميه في علاقه بالصور النمطيه. نتخيل اللي العالم هذا كما برشا عوالم اخرى معناها وقطاعات اخرى لابد من العمل معا، معناها احنا نمنوا اللي كل شيء يتطور بشويه بشويه. يعني مش كما كان يتعامل مع صوت المرأة قبل كما يتعامل معها توا، فما تطور وما زلنا نقدموا مع بعضنا. شكرا لك مدام احلام بوسروال الكاتبه العامه باسم جمعيه النساء الديمقراطيات، شكرا لك على التدخل، يعطيك الصحه. شكرا وشيء طيبة. شيء طيبة بسلامة. دونك هذا كان موقف جمعية النساء الديمقراطيات بخصوص الفيديو برندق ولا ماتش تونيزي اللي أثار جدل كبير وكان حديث التوانسة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد شوية أمين معالج يكون حاضر بحضينا، خليكم معنا راجعين. يهم الشأن الوطني والشأن الدولي.